اللعبة الماضية منير لا تعاند العنيد لأنك خسران، لا تغلط أمام منير. أنار الطريق النهضاوي الأول، أنار الطريق النهضاوي الأول. منير ديان سجلها، منير ديان حطها في الشباك، هدف سريع يباغت به سليمان. منير ديان في مرمى سليمان، هدف أول، هدف أول للنهضة. أبناء الدار أمام جماهيرهم. شوف اللعبة الماضية، لا تغلط لأن غلطة الشاطر بألف، غلطة الشاطر بألف. كرة سجلت في الشباك، هدف أول لمنير ديان في مرمى نادي صحم. 1-0 حضرت بين الفريقين في آخر مواجهات، حضرت بين الفريقين. لكن شوف الإعادة، شوف الكرة، شوف غلطة محمد فرج وعلي البوسعيدي. فرج مع النهضاوي ما في فرج، مع العنيد ما في فرج، مع محمد ممنوع الفرج، مع محمد يعني إعدام، يعني إعدام. الله على النهضاوي، الله على العنيد، الله على النهضة، على ملعبهم. اشتاقوا لأن يلعبوا على هذا الملعب، وسجلوا ويسجلون الثاني في هذه الأوقات. فرج حطها، فرج سجلها. شوف الإعادة، علي البوسعيدي جراها. الخروج كان بطيء من قبل الحائط، من قبل الحائط اللي يجب أن يغطي، يجب أن يغطي. والتسديدة أتت أرضية زاحفة، استقرت في شباك سليمان. يحييكم على قناة عمان مباشر. ينطلق بصافرة محمود المجرفي، والكرة فيها عرضية لصحم. خطيرة هذه اللعبة، خطورة. الله، هل يسعد جماهير النهضة؟ يتقدم، يرسل لك كرة. الله، يسجل الثالث، النهضة يسجل هدفا ثالث في مهمة البريمي، في مواجهة من يمتلك الرصيد ذاته إلى النقطة 20. هم ناوين، هم ناوين هدف ثالث لمصلحة النهضة. اقترب صحم من التعادل، فكان لسعيد كلمة، فكانت لسعيد الكلمة. سجل الهدف النهضاوي الثالث، سجل الهدف النهضاوي الثالث.